أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ إزاء استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان وتصعيد الوضع على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل. وجدد غوتيريش دعوته لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وضمان عدم تعرضهم للخطر، وأكد ضرورة اضلاع كل الأطراف من مسؤوليتها التي تحتم ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة وأرصدتها، مطالبا بالأطراف بإعادة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل والعودة فورا إلى وقف الأعمال القتالية لاستعادة الاستقرار. Nous avons ouvert la porte. Il nous incombe désormais à toutes et à tous de la